اللاعب الذي سجل سبعة وصنع مثلها ووسط أنظار تشيكو التقدم لينام. أين سيضعها؟ أمام زيدان في المرمى، طبعا في المرمى. نام يجعل كرة في المرمى ويجعل لتريزور. كريم لإسماعيل في الجهة اليمنى، فرصة لهدف ثاني. الكرة إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة معاذر. باعتقادي أن جمال بالماضي عندما يظهر بهذه الصورة الغاضبة فإن الفرص التي تضيع الآن. المعز لا يضيع، لا يضيع، هدف ثاني. أخي لويز مارتن، رضوان بجهة مفتاح، مفتاح يحاول التقدم، تغطية من دفاع معاذر بالتحديد من برونو. عادت الكرة للجانب الأيمن، تقدم لتريزور، يرسل العرضية، هدف ثالث. لا، ليس هدفا، الحكم كان قد أطلق الصف. أن يقدم هدفا يثبت كل ما قدمه طوال المباراة هذا اللاعب فريق الحالة. الكرة توصل على طول وبالرأس وجول. دياكو جوال، دياكو جوال، دياكو جوال أولا.